أي ليلة كانت أعظم عليك؟ قالت أعظم ليلة علي ليلة الحادي عشر من هذا الشهر عندما جن علي الليل. انظر إلى إخوتي صرعى، انظر إلى الخيام وقد أحرقت، انظر إلى البنيات يلوذ بعضها ببعض. تقول أنا بينما أنا كذلك أفقدت ليتيمة من يتامى، فتشت عنها سألت عنها فلم أجدها. تبين هاي اليتيمة عصر يوم العاشر طلعت تدور على أبوها، بينما هي كذلك التقى بها عدو من الأعداء. سألها بني إلى أين تريدين؟ قالت لما تريد مني أنا يتيمة. قال أنت يتيمة من؟ قالت أنا يتيمة الغريب، أنا يتيمة الحسين. شوين ماشية وين تردين؟ قالت لعدنا قبر بالغريب، المظلوم المهضوم الذي يصاب بنائبة يتوجه لصاحب القبر يلوذ بالقبر. أرد أروح إلى جدي علي أقول له تراني جيت بعلوم، بويا يا علي تراني جيت بعلوم، ترى أبونا انذبح والخبر ميشوم. يقول قلت له بني الطريق بعيد الدرب عليك بعيد. قالت لي إذا كان هكذا دلني على جسد والدي. يقول جبتها مرت على المشرعة شافت الماي، قالت لي أخ العرب إني عطشانة تسمح لي أشرب المي؟ قلت لها اشرب. يقول نزلت للماي جلست على مشارف الماء أشوف أنها قعدت يم الماء ولم تشرب. صحت بها بني لم لا تشربين؟ ليش ما تشربين ماء؟ قالت شلون أشرب وابوي انحرم منا؟ شلون أشرب وابوي انحرم منا يا ون وللخيم ينسمع ون؟ لكنها أدلت بكتر ثوبها بالماء، حملت الماء بأطراف الثياب ظنا منها أن أبوها عدل. إجت وقفت على جسم أبوها شافت في تلك الحالة تقول له ما قلت بنت تضيع بعد. قلت لك الليلة ليلة بكاء، أرد أبكيك الليلة، الليلة ليلة عزاء، الليلة هذه الدمعة أن تكون شفيعة لنا. مويا ما قلت ما قلت بنت تضيع بعدي، مويا يا هيبتي ويا نجم سعدي. هذه الزهرة خرجت خلف علي ورجعت، ولكن زينب يوم العاشر من الوحر. لا تعال يوم الحادي عشر درجت الحزن جزء من الأراضي. التفتت إلى الحادي تقول لك كلمة شاف لظهور الجمال. بالله شيني نقول اسمع يا محب يا ذا كلمة شايفني، كلمة شايفني هي على ظهور الجمال يرشدني حرة مالك رجع. وين اخوك ابو فارس؟ ينشدني
الزهراء رجعت وياها علي، ولكن زينب راحت للشام وياها راس الحسين. قال شلون نريد وحالتي حاله، سكنا قبال تيتنا بدمع هماله. تشوفي شلون عمها مقطع وصاله، مرمي عليه شريعة روحة التالة. قال هالقمر معذور لو ما عاد يسكينه، يم النهر ممدود يم الجود تشفينا، حط عين دون الماي فت العطش رجواي، يا عمي وين الماي جود الماي ما جاي.